ضربوا ولا معاش فيه ولا بيت بعلبي ولا بيت بالضوح. يعني انا مفكر ان احنا مبسوطين بهالقعده. هذا بيت الضيعه، هذا في ذكريات كتير بقلبه. طب بيت الضيعه الاهل وكل الكالفه، بعوض الله شو ما نحن، مع انك تعيش فوق وعيش فوق واحلى عيش، يعني عيش جنه فوق. هي قعده وهي قعده. انا كنت ببرج البراج وقت ما بلش القصف قصد اغتيال السيد حسن، دورت وفلت على بيروت لهون على الحمرة، عم لقينا المبنى مفتوح، قلنا نقعد في المبنى، وعلى اساس انه قاعدين اجت صاحبة المبنى شافت المبنى اللي قلب مفتوح، اجت حكت كان عليه وسخ كتير، وصرنا ننظف ننظف ونعزل ونركبنا كهرباء ومي، واشتركنا كلنا الشباب والنسوان وكلنا ننظبطوا لهذا المبنى. عم اخر شيء اجت المرأة قلتنا لا خليكم وما ادري شو، من الحاكي قلنا انا ماشي. عم بعد شوي بصيروا يجوا بده يطلعونا منه، يعني اذا لو في بيت بالضاح لدور وانزل على الضاح، بس ما في بعد بيت تحت بالضاح. على هذا البضاح هذا شو صار فيه؟ هذا البضاح ضربوه كمان. هلا بتصور بعد لدم بين الكاميرا وين مضروب، نحو برجيكم البيت كله هو ضربوه. هذا البيت وين؟ هذا هذا ببعلبك. هذا شو فيه هون؟ بيت بعلبك شو صاير فيه؟ هذا ضربه. انت عندك بيتين؟ ايه ببعلبك وبالضاح. يعني فوق ببعلبك ضربه وتحت بالضاح ضربه. وات... فيني اعرف عشان عم تعملي مشاكل يا حشي؟ هي انا قاعده. انت من وين؟ من حوله، النا سنه طالعين من بلدنا، ما بنعرف ضيعتنا شو شكلها. احنا بنعرف شو صار، بيتنا انهار، مرجكنا راح، هسه زيتونا عم يبكي علينا، هاد الزيتون. يعني اجى امر بالاخلاء بس في ما في محلات نروح عليها، فما عارفين حالنا شو بدنا نعمل. نحن من بليده، بليده كلها راحت، ما بقى في قليله فيها بيوت. يعني لو نحن بيتنا مثلا بعده بألف خير و ونحن بيتنا بعده منيح وقادرين نطلع، لكن طلعنا وما ضلينا هيك. نحن عنا بيوت وعنا املاك وعنا كل شيء. زبطوا لنا محلاتنا، زبطوا لنا بيوتنا، شو جايين من وراهم نحن؟ هلا ساعة طلعوا، ساعة نزلوا، ساعة طلعوا، ساعة 24 ساعة 48 ساعة، نحن ما بقى قادرين، كل شوي طلعوا غراض ونزلوا غراض، تعبنا، نحن باقيين بالشارع، يا بنقعد لحتى يأمنوا لنا يا بنفل، نضلهم بالشارع لحتى هن يأمنوا لنا محل. طلع يومين وثلاثة لفوق ما حنطلع، تعبنا عن جد. هالأطفال وهالعالم كله ايه وين بتروح؟ تفضل طلع لبرا وشوف العالم اللي قاعدة على الشوارع. ليه؟ إذا ما أمنوا لنا مكان ننام فيه بدنا نقطع الشيء.